اهلا يا شباب، ازيكم؟ النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا، اتكلمنا عليه المره اللي فاتت لما كنا بنتكلم على تنظيم الوقت، وقعدنا نقول ان انت في بعض الاوقات انت بتضيع وقت جامد قوي وتقول مش هشتغل النهارده هشتغل بكره، واقول لك لا احنا النهارده نريح وبكره نشتغل جامد قوي. وقلنا ان انت مهما عملت تنظيم الوقت، فكره التسويف او بروكراستينيشن، فكره ان انت بتاجل الوقت دايما او التاسكس اللي عليك، مهما عملت تنظيم الوقت وعملت سكيدول مش هتمشي عليها في الاخر. ليه؟ لان انت في الاول وفي الاخر انت ليه بتسوف اصلا؟ ليه بتعمل بروكراستينيشن؟ ليه بتحاول تبعد او تاجل التاسكس اللي وراك؟ الموضوع بمنتهى البساطه ان انت بيبقى عندك حاجز نفسي بينك وبين التاسك دي عشان تقدر تبداها اصلا. والموضوع ده منتشر جدا واغلبنا بيعمله، لدرجه ان انت اي حد فينا في الكليه بياخد مشروع او اساينمنت او شيت او كويز، ويبتدي يقول ان انا هستعد وهشتغل، وبعدين يقعد يضيع الوقت ويجي ليلة التسليم اشتغل مع بكاء وصياح هستيري، وبعض البوستات على الفيسبوك بتاعت الصياح اللي بتقول ان احنا ازاي في اصعب كلية في مصر. في دراسات بتقول ان في 90% من البشر بيعملوا الموضوع ده، البروكراستينيشن، فكرة ان انا عايز ااجل التاسكس اللي قدامي لانها صعبة، سخيفة، مملة، ما فيهاش جوي. في ناس بتقول لك ان انا بالنسبة لي احسن ان انا اتفرج على مسلسل او اسيرف في الفيسبوك، لان الحاجات دي كلها بترفع هرمونات السعادة في الدماغ، لكن اي شغل بقعد اعمله ده بيسحب من طاقتي وبيضايقني وبيتعبني. والموضوع منتشر جدا خصوصا ما بين طلبة الكليات العملية، لان احنا متعودين دايما نشتغل تحت الضغط، لدرجة ان احنا بقينا بنكتبها في السي في ان احنا بنعرف نشتغل تحت الضغط كواحدة من اللايف سكيلز. تضييع الوقت او التسويف ساعات بيبقى unconscious، يعني انت بتعمله وانت مش مدرك ده، وانت مش فاهم انت بتعمله ليه. نتائجه سيئة جدا، لان انت ده ممكن يجيب اكتئاب وانكزايتي، وممكن يديك دايما احساس متواصل بالذنب، احساس بالجلد دايما انت مقصر، او بيديك احساس بلو سيلف استيم، ما انا فاشل، ما انا لو ما كنتش فاشل انا ما كنتش هضيع وقت ده كله. والحاجة التانية كمان، هو بيضيع الابيليتيز بتاعتك او البوتنشلز اللي عندك. يعني انت ممكن يكون مستواك كويس جدا، بس انت عشان جيت اشتغلت في اخر لحظة عملت شغل متوسط الكواليتي، وبالتالي بتضايق من نفسك زيادة. يعني انا حد المفروض اطلع شغل احسن من كده، بس عشان زقت نفسي في الوقت ايه اللي حصل؟ الاخر جبت درجة مش كويسة. فكرة الشغل تحت الضغط ده محتاجين نبتدي نتغلب عليها لأكتر من سبب. اول حاجة ان احنا اولا الشغل بتاعك يطلع بمستوى احسن، ثانيا انت بطل تحس بالذنب تجاه نفسك، ترفع السيلف استيم بتاعك، ثالثا بقى اخر حاجه علشان خاطر اي تايم مانجمنت بلان تشتغل. ما انت ممكن تقعد تحط سكيدجولز وتعمل تايم بلان وتقول انا هشتغل هنا وهشتغل هنا، في الاخر ما تعملهمش، لان انت بينك وبين الشغل اصلا حاجز نفسي ملوش علاقه بتنظيم الوقت اصلا. الفكره ان انت دايما حاسس بالذنب لدرجه ان انت خلاص خلصت الامتحانات وخلصت المشروع وخلصت كل حاجه، تقول لا انا مش ممكن اعمل في نفسي كده تاني، مش ممكن ازنق نفسي الزنقه دي بعد كده. واحنا ان الترم ده ما اشتغلناش كويس وقصرنا جامد، بس احنا الترم الجاي احنا هنعوض جامد قوي. And other lies you tell yourself. ليه؟ لان انت الحاجز النفسي اللي كان منعك تشتغل الترم اللي فات، صدقني هيفضل معاك الترم اللي جاي واللي بعده، وطول ما انت ما كسرتش الحاجز ده هتفضل طول الوقت بتعمل نفس الباترنز بتاعت البروكراستينيشن، وبالتالي هتفضل طول الوقت في احساسك بالذنب تجاه نفسك والسيلف لو سيلف استيم بتاع ان انت not good enough. الكلام ده اللي انا بقوله لك من تجربه شخصيه النهارده، ازاي ممكن نتغلب على موضوع البروكراستينيشن، لان انا من تجربتي الشخصيه كطالب في كليه الهندسه وبعد كده بدرس في كليه الهندسه برضو، انا كنت زيكم برضو بعمل نفس الكلام، بعمل تسويف فظيع، هشتغل بكره هشتغل بعدين، طيب هتكتبي البيبر ده امتى، هتعملي الرساله دي امتى، يعني ان شاء الله، كلمه ان شاء الله بتريح، انتوا عارفين فكره هنعملها بس بعدين. تعال الاول نفهم الاسباب اللي بتخليك يبقى عندك حاجز نفسي، وبعدين نبتدي نشوف ايه الحاجات الخطوات البسيطه اللي انت ممكن تعملها عشان تتغلب على هذا الحاجز. اغلب الدراسات بتقول ان الحاجز النفسي ده ناتج عن الخوف، وخصوصا الخوف من الفشل. لما التاسك اللي قدامك بتبقى صعبه، كبيره او ممله، او انت عايز تعملها صح قوي لان انت عندك مشكله مع البرفكشنزم او كمان، فبالتالي انت بتخاف لو انت بداتها وهي صعبه وانت مش مستعد ليها هتفشل، او لو ان التاسك كبيره جدا مش عارف تلمها منين وعارف تبدا منين غالبا هتفشل، او ان انت الستاندرد بتاعتك عاليه جدا زياده عن اللزوم، انا الحاجه لازم تطلع بيرفكت، فبالتالي اي فلو صغير او اي مشكله صغيره فيها هتقف وتقول انا فاشل، او انا 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 كده مش هينفع اكمل شغل، وبالتالي الستاندرد بتاعتك طول ما هي عاليه جدا انت دايما هتحس ان انت فاشل، ان انت عمرك ما هتقدر تقابل الستاندرد دي.
النهارده احنا هنتكلم على فكره التاسك صعبه، التاسك كبيره، او التاسك ممله، ازاي ممكن اتغلب على الحاجز النفسي بيننا وبين التاسك دي. بس مش هنتكلم على البرفكشنزم او ان الحاجه هي تتعمل صح ما تتعملش خالص، لان دي هنسيب لها سيشن لوحدها لان الموضوع كبير. فتعالوا نتكلم لو عندي تاسك صعبه، تاسك كبيره، او تاسك ممله، ازاي نجبر نفسنا او نتغلب على الحاجز النفسي دي ونبدا ونطلع الطلعه الاولانيه. على فكره دايما المشكله بتبقى في الطلعه الاولانيه، لان انت دماغك شايفه ان الموضوع كبير قوي، وان انت اول ما هتبدا يبقى انت خلاص هتفشل. فالبدايه في دماغك مرتبطه بالفشل. ساعات التاسك بتبقى صعبه فعلا حقيقي يعني، وساعات التاسك ما بتبقاش صعبه بس بتبقى انتميديتنج، خصوصا لو اتحط لها اسم كده بيحط عليك بريشر. يعني ايه؟ يعني انت مثلا في عماره ممكن تكون عملت مشاريع كتير قوي قبل كده، مشاريع ديزاين في كل سنه، بعدين يجي في اخر سنه يقول لك بص بقى انت هتعمل مشروع، بس احنا هنسميه لك مشروع تخرج. انت بقى تسمع كلمه تخرج من هنا وروح يبقى تسيب، يا جماعه ده مشروع تخرج، ده مش اي مشروع. وبالتالي هي التاسك ممكن فعلا تبقى صعبه، بس انت بتحط على نفسك بريشر جامد جدا وبتصعبها على نفسك لمجرد ان انت بتفكر فيها انها مشروع تخرج مش زيه زي اي مشروع تاني. يعني احنا لو فكرنا ان هو مشروع زي اي مشروع اشتغلنا فيه قبل كده، وي نو ذا بروسيس، وعارفين احنا بنعمل فيه ايه، ساعتها مش هنتعامل معاه ان هو حاجه مخيفه جدا كده. او لو التاسك كبيره جدا معناها ان انت حرفيا مش عارف تبدا منين، اللي هو يعني طب اعمل ايه في المشروع الكبير قوي ده، ولا في البيبر الكبيره قوي دي، او ان الموضوع ممل وبيسحب طاقتك وانت مش قادر تضيع وقتك في حاجات زي كده، انت حاسس ان انت يعني طاقتك فعلا بتروح وبتصفى. وبرضه ده من تجربه شخصيه، انا اكتر الحاجات اللي انا باجلها هي الحاجات الممله بالنسبه لي. يعني ممكن اكون بحب التدريس بحب المحاضرات، لكن باجي في مرحله ما لما اجي بضطر اعمل بقى البيبر وورك والحاجات دي كلها بفضل اجلها لغايه اخر لحظه، لان انا حرفيا ما بقدرش استحمل ان انا اقعد مده على بعضها ان انا اعمل تاسك زي دي. طيب خلاص اتفقنا ان الموضوع اغلبه بيبقى خوف طلعه اولانيه، الطلعه الاولانيه مرتبطه معاك بان انت هتفشل، فتعالوا نتغلب على هذا الحاجز النفسي. برضو من تجربه شخصيه هقول لك الحاجات اللي انا اتعلمتها عبر السنين، واقول لك انا ممكن اكون في بعض الاوقات قدرت اتغلب على البروكراستينيشن ازاي. مبدئيا كده تعالى النهارده هنتكلم على التاسك صعبه او كبيره او ممله، وعلشان نفهم مع بعض نتغلب عليها ازاي هنتعامل معاها على انها فيل. تخيل كده ان حد بيقول لك انت عندك تاسك مهمه جدا وكبيره جدا وممله جدا، هي ان انت تاكل فيل بحاله. التاسك دي هي صعبه لان هو يعني فيل، انت هتاكل فيل بحاله، الموضوع اكيد صعب، الفيل كبير جدا عليك، مش عارف تبدا منين، ابدا اكل من اي حته اصلا. تالت حاجه الموضوع يا نهار ابيض ده ممل جدا، هو انا هفضل طول عمري اكل فيل؟ ما هو انا اكيد عندي اكلات تانية عايز اكلها، وبالتالي ده الموضوع ده هياخد وقت جامد جدا. اغلب التاسكس اللي عندنا احنا بنتعامل معاها على انها فيل وانت محتاج تاكله وانت محتاس وخايف ومش عارف تعمل ايه. في 5 طرق ليه التغلب على التاسك دي. اول طريقه منهم ودي غالبا لازم تتبعها في اي تاسك انت بتعملها ايا كانت هي ايه، حتى لو هي ما كانتش صعبه ولا كبيره قوي، لازم نقسم الفيل بتاعنا ده ليه اجزاء عشان نقدر ناكل الفيل كله one bite at a time. يعني ايه one bite at a time؟ يعني انا مش هشغل نفسي بان انا هاكل الفيل كله دلوقتي، انا مش عايز اكل الفيل كله، انا عايز اكل قطمة بس. زي بالظبط انا مش هشتغل في انا مش مطلوب مني ان انا اطلع النهارده مشروع تخرج، لا انا النهارده هبص بس على السايت اناليسيس، هاخد السايت واعمله اناليسيس. ولا اقول لك حتى لا انا مش محتاجه اكتب رساله دكتوراه او رساله ماجستير، لا 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 انا محتاجه بس ايه اكتب اول باراجراف في اول شابتر. فانا بدل ما ببص على الموضوع اللي انا بعمله على انا لازم اكتب رساله، انا هبص للموضوع ان انا محتاجه اكتب باراجراف بس، وبالتالي الموضوع ما بيبقاش كبير قوي ولا ما بيبقاش صعب قوي لو هتكتب باراجراف. نفس الكلام انا مش محتاجه افكر في مشروع التخرج كله وكل الاسبيكتس والحاجات الانفايرمنتال والحاجات الايكونوميك والكلام ده كله، لا 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 انت محتاج تفكر في تنتوفه بس في الكونسبت هتقرا عليها شويه عشان تطورها من غير ما تبص على بقيه مشروع التخرج. وبالتالي اول حاجه تعملها عشان تاكل الفيل، you can eat an elephant one bite at a time، تقسم الفيل لحاجات bite size tasks، tasks manageable، tasks اصغر تقدر ان انت تعملها، بحيث ان انت لما تيجي تركز على التاسك دي بس ما تبقاش شايف بقيه الالفنت اصلا، خلاص انا شغاله في الحته دي دلوقتي دي اللي انا بعملها. لما بفكر بالاسلوب ده ما بحسش ان انا intimidated قوي بالتاسك، لانها تاسك صغننه دي حاجه عبيطه ممكن واحد يعملها في نص ساعه. طيب في مشكله ثانيه، التاسك كبيره جدا، دي كميه تاسكس عشان خاطر ان انا اكل الفيل ده
هبدأ بإيه ولا إيه؟ يعني هبدأ بالزلومة ولا هبدأ بالودان ولا هبدأ بإيه بالظبط؟ ده هنا بقى نيجي للخطوة الثانية، أنت محتاج تنقي التاسك اللي هتبتدي بيها، وفي أسهل أحسن طريقة إن أنت تبدأ بالتاسكس السهلة الانجويبل. ليه؟ لأن لو أنت نقيت التاسكس السهلة في الأول ده بيخليك تنجز بسرعة، وأول ما تنجز بسرعة ده بيرفع الدوبامين في دماغك نتيجة السنس اوف اتشيفمنت، عملت إنجاز. فالسنس اوف اتشيفمنت والدوبامين لما بيعلى بيبقى ريوردنج جدا للبني آدم، وبيشجعه إن هو يشتغل تاني عشان يحس بالإحساس ده. فلو انت بدأت بتاسك صعبة هتخبط في الحيط وهتكتشف ان انت فعلا انت مش قد الشغلانة دي، لكن لو بدأت بالتاسكس اللي هي الايزي بيزي اللي هي انجويبل اللي انا ممكن اعملها في وقت صغير او ان انا فاهمها، ده هيبقى اسهل بكتير. لو انت عندك امتحان ميد ترم وعندك 10 محاضرات لمادة معينة، اكيد ال10 محاضرات دول عاملين زي الفيل. لو احنا قسمنا المحاضرات دي لمجموعة من السلايدز او مجموعه من التوبكس، هتلاقي ان اكيد في توبك واحد على الاقل انت فاهمه كويس، في توبك واحد على الاقل عارف تحل عليه، في توبك واحد على الاقل يو انجوي. ابدا بالتوبك ده. ليه؟ لان التوبك ده اول ما تيجي تحل عليه تشوف ان انت تحل، ده هيرفع الدوبامين في جسمك، وفي الاخر هتقدر تشتغل اكتر، هيديك احساس بالانجاز، هيديك احساس ان العجله جري، تطلع الاولانيه خلاص عديناها، الطلعه الاولانيه دايما هي الصعبه. فما تبداش ابدا بالطلعه الاولانيه بتاسك صعبه، ابدا بالتاسكس الايزي بيزي. طيب تعالى بقى نشوف، علشان اعمل التاسك الاي سي بي سي دي في حاجتين محتاجين ناخد بالنا منهم. اول حاجه اشتغل امتى التاسك السهله دي؟ في واحد مشهور جدا في البرودكتيفيتي كان بيقول جمله بتقول eat your frog in the morning، يعني التاسك الصعبه التاسك اللي هي بتاعت المشروع اللي انت شغال عليه اعملها اول ما تصحى من النوم الصبح. لو انت انجزتها بقيت النهار هتبقى قاعد كويس من غير احساس بالذنب. لو انت ما عملتهاش في الاول هتبدأ طول النهار عمال تقول لنفسك محتاج اقوم اعملها، محتاج اقوم اعملها، محتاج اقوم اعملها، وبعدين تحس بالذنب انت لسه ما عملتهاش لغايه دلوقتي. وغالبا لو الموضوع ده طول لغايه بالليل غالبا بتبقى فقدت الامل في نفسك ان انت هتشتغل اصلا وما بتعملهاش. ف الكونسبت بتاع eat your frog in the morning بيشيل عليك الاحساس بالذنب، فكره ان انت خلصت التاسك اللي عليك النهارده وعملتها، وبالتالي انا ممكن اقضي بقيه اليوم اعمل حاجات، ان انا اعمل حاجات مختلفه او حتى اشتغل على بقيه المشروع، بس انا مطمن ان انا انجزت انجاز اليوم. طبعا ده بيشتغل نسبه كبيره جدا من الناس، لكن في نسبه تانية من الناس ما بتعرفش تشتغل بالنهار اصلا، ان هم اساسا evening people، حاجه اسمها eveningness، فكره ان الناس اللي هم ما بيقدرش يشتغلوا بالنهار، ما بيقدرش يعملوا interaction بالنهار، بيبدا الكريتيف بروسيس بتاعتهم بتبدا متاخر بعد الظهر. فساعتها الناس دي ما فيهاش مشكله ان هو يختار الوقت اللي هو عايزه، لو مش عايز يشتغل بالنهار مفيش مشكله يشتغل بالليل، بس اهم حاجه ما تنساش، ما تأنبش ضميرك ونفسك طول النهار ان انت محتاج تشتغل، محتاج تشتغل وما اشتغلتش، محتاج تشتغل وما اشتغلتش، لان ده اكبر حاجه هتأدي في الاخر ان انت في الاخر ما تشتغلش. طيب الحاجه الثانيه، انت محتاج تحدد ميعاد للتاسك ده تخلص فيه كديوريشن كمده. ده هيوصلنا لحاجه اسمها باركنسونز لا. باركنسونز لا بيقول ان انت التاسك بتتمدد وتاخد الوقت اللي انت حاطه ليها. يعني هي ممكن التاسك بتاخد 10 دقائق، انت هتطلع ساعتين، التاسك هتتعمل في الساعتين مش هتتعمل في 10 دقائق. التاسك بتاخد ساعه وانت هتطلعها 3 ساعات، التاسك هتتمدد في الثلاث ساعات. باركنسونز لا بيقول لك ان انت لو فضلت تحط ديوريشن كبيره لتاسك صغيره هتضيع وقت. ف باركنسونز لا بيقول لك ان انت محتاج تحدد ديوريشن مظبوطه للتاسك اللي عندك. التاسك دي بتاخد 10 دقايق، انا هحط لها ربع ساعه، مش هحط لها 10 دقايق بالظبط، مش هحط لها 5 دقايق. ليه؟ لان ده بيسبب ستريس عليك ان انت تاسك عايز تخلصها في وقت صغير جدا وهي مش هينفع تخلص في وقت صغير، فده بيزود عليك الاسترس. فالفكره هنا ده برضو بيجي مع الخبره، فكره ان انت لازم تبقى عارف التاسك اللي قدامك دي محتاجه تاخد منك قد ايه، لان انت لو حطيت لها وقت طويل هتمتد وتاخد الوقت ده كله مش هتعرف تعمل معاها حاجه ثانيه. لو حطيت لها وقت صغير قوي ده هيوترك زياده، وبالتالي فكره التاسك حتى لو هي صغيره وسهله في الاول محتاج تعرف هتاكلها الصبح زي eat the frog in the morning ولا بعد الظهر، ومحتاج تعرف هتاكلها في قد ايه، 10 دقائق، ربع ساعه، ساعه ولا لا. لو حصل ان انت حددت لنفسك المحددات دي هتلاقي ان التاسك خلصت اسهل وطريقه سموث، وانت انبسطت، بقيت فخور بنفسك ان انت عرفت تحدد المده بتاعت الشغل وعرفت تخلص التاسك في الميعاد وانت ماشي على سكادجول، وده زي ما اتفقنا بيزود ثقتك في نفسك وبيزود الدوبامين اللي هيخليك اصلا تشتغل في بقيه التاسك. طيب تعالوا نيجي للخطوه الرابعه. دلوقتي انا
خلاص انا خلصت التاسكس السهله وعايز ادخل في التاسكس الاصعب شويه، الموضوع هيبتدي يخليني ارجع تاني لافكاري بتاعه هو انا هعرف اشتغل في دي، هي مش صعبه عليا شويه، طب اعمل ايه؟ هنا يجي موضوع الريورد سيستم، فكره ان انت لازم تكافئ نفسك على التاسكس اللي عملتها. ليه بقى؟ بيقول لك ان التاسك الكبيره زي مشروع التخرج زي رساله الدكتوراه زي الحاجات دي كلها هي ريوردنج في الاخر، بس الريورد بعيد قوي. يا نهار ابيض، هو انا دلوقتي في شهر 3 ولسه مشروع التخرج في شهر 7، هو انا هقعد 4 شهور مستنيه الريورد بتاعتي؟ فبالتالي يكون ما كانت الريورد بعيده كل ما انت بتستثقل الشغل دلوقتي. فبيقول لك ان انت لو عملت لنفسك ريورد سيستم، ان انت كل ما تخلص تاسك صغيره تدي لنفسك ريورد، الريوردز هتبقى كتير ومتتابعه، وبالتالي هيبقى الموضوع فولفيلنج اكتر. هنا بقى في مشكله صغيره جدا، نوع الريوردز اللي انت بتديها لنفسك ممكن يسبب لك مشكله، فانت محتاج تحدد ريوردز تكون هارملس. يعني ايه؟ بيقول لك ان في بعض الناس اللي عندها مشاكل مع الاكل مثلا، الناس اللي بتاكل زياده او بتاكل قليل، لما بيحطوا لنفسهم ريورد ان انا بعد ما اخلص الحاجه دي انا هاكل الاكله الفلانيه، انت كده بتاكد لنفسك ان الاكل بقى مكافاه، وان الاكل ده كل ما تحس ان انت عايز تنبسط تاكل، وده بالتالي هيزود فرصه ان يبقى عندك ايتينج ديس اوردر مثلا. نفس الكلام لو انا الريورد بتاعتي ان انا اقوم العب جيم، طب ما هو انت برضو بتحط في دماغك فكره ان الجيم از ريورد، مع ان في الحقيقه الجيم از نوت ا ريورد ولا حاجه، الجيم بسبب ان انت بتحب الجيمز اصلا ما بتشتغلش، فما ينفعش تحط لنفسك الريورد هي الجيم، لان ده هياكد في دماغك ان الجيمز احسن من الشغل، وبالتالي هيصعب عليك فكره ان انت تتغلب على البروكراستينيشن. وبالتالي انت محتاج تعمل الريوردز بتاعتك تكون حاجه فعلا تساعدك وتبسطك، زي ان انت تعمل هوايه، او ان انت تقرر تخرج مع اصحابك تعمل سوشيال انتراكشن، او تنزل تلعب ماتش حجزه مع صحابك ولا حاجه. ده هنا في فيزيكال اكسرسايز وفي سوشيال انتراكشن، دي كلها حاجات كويسه. انت ممكن عادي في اي وقت تروح تخرج مع اصحابك او تروح تلعب، بس لا، لو انت منعت نفسك ان انت مش هتعمل الحاجه دي غير لما تخلص التاسك، ده بيديها بيساعدك اكتر ان تخلص التاسك عشان تعمل الحاجه اللي انت عايزها، وبيديك دايما ريوردز متتاليه طول الوقت. الريوردز المتتاليه دي هتساعدك ان انت دايما رافع الهرمونات السعاده في دماغك، وده بيساعدك اكتر على الشغل. نفس الفكره في موضوع الريورد سيستم ده كنا بنستخدمها زمان للاطفال، لما نحط لهم ستيكر النجوم، حط له النجوم على قرطه عشان هو ولد شاطر. هي نفس الفكره بالظبط، انت بتعملها لنفسك، بس انت بتعملها بقى مش بالنجوم، بتعملها بالحاجات اللي هي مينينجفول ليك. نفس الفكره برضو، ما ينفعش من ان كيف الاطفال نديهم فلوس، مش كل ما حاجه يعملها كويس نديله فلوس، لان الولد كده هيطلع شخص مادي او شايف ان الفلوس اهم حاجه في الدنيا. فهي نفس الفكره، انت محتاج برضو تاخد بالك ايه التاسكس او ايه الريوردز اللي على قد التاسك. برضو التاسك صغيره تبقى ريورد صغير. مثلا انا مش كل ما هكتب باراجراف هشتري نفسي تليفون، لا، بس انا ممكن لما اخلص مثلا 3 شابترز هغير التليفون. انا ممكن اغير التليفون دلوقتي، انا عارفه، بس انا منع نفسي من كده علشان خاطر انا محتاج انجز جزء كبير من الفيل بتاعي الاول قبل ما ريورد نفسي مكافاه كبيره زي دي. طيب نيجي بقى للحاجه الخامسه، انا خلصت التاسك السهله وعملت لنفسي ريوردز وعملت كل حاجه، بس ستيل عندي شويه ميول كده ان انا اسيب الشغل واعمل اي حاجه تانية. وهنا يجي دور الاكاونتابيلتي بارتنرز. ايه موضوع الاكاونتابيلتي ده؟ يقولك ان انت لو انت عندك تاسك صعبه، لازم تقول لحد ان انت عندك التاسك دي وهتعملها، لان انت اول ما بتقول للناس ان انت هتعملها هتلاقي ان انت لو ما عملتهاش هتبقى فاشل، مش بس قدام نفسك، تبقى فاشل قدام الناس، وده خوف كبير جدا لينا كلنا، ان احنا نبقى يعني في فرق ما بين انت تبقى فاشل قدام نفسك او انت فاشل قدام حد تاني، الحد ده كمان انت يعني بتهتم برايه. فلو الشخص ده انت عرفته ان انت عندك تاسك معينه، لازم كل اسبوع مثلا تديله ابديت، انا عملت التاسك، انا شغال فيها او كذا، ده بيساعدك اكتر ان انت تلتزم بالتايم لاين اللي انت حاطه لنفسك. فكره اختيار الاكاونتابيلتي بارتنر دي فيها مشكله صغيره، ودي برضو من تجربه شخصيه، ما ينفعش تاخد واحد صاحبك يبقى الاكاونتابيلتي بارتنر بتاعك، لان بمنتهى البساطه، على فكره انا يا فلان انا هعمل التاسك دي الاسبوع ده، طيب ماشي، وانا كمان هشتغل في نفس التاسك دي الاسبوع ده، ونتقابل اخر اسبوع ان شاء الله نشوف احنا عملنا ايه. تتقابل انت وفلان بعد اسبوع، على فكره انا ما عملتش حاجه، على فكره ولا انا، ها 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 كده، ده اللي هيحصل بالظبط، وانا بقول لك من التجربه، لان انت وصاحبك مش هتبقى خايف على منظرك قدام صاحبك، انت وصاحبك زي بعض، انت وصاحبك ممكن عادي تضيع وقت، وكلكم عارفين ان ده غصب عنكم او طبيعي او عادي. لا، انت محتاج حد كبير او حد
تهتم برأيه فعلا، او حد ممكن فعلا تحرج قدامه ان انت ما تعملش التاسك دي. وكل ما كان الحد ده مهم او شخص يعني له اثورتي عليك او كده، انت بتبقى خايفه اكتر ان انت تديسابوينت الشخص ده. وبالتالي هنا احنا بنلجأ بقى لاخر طريقه ان احنا نجبر نفسنا ان احنا نشتغل، ان احنا لو ما اشتغلناش هتبقى فضيحه يا جماعه خلاص. بس ده طبعا احنا بنلجأ له امتى؟ لما فعلا التاسك تبقى صعبه جدا وكبيره جدا، انت مضطر ان انت دايما يبقى حد بيكيب تراك عليك خلاص. ف دي كده تعتبر 5 خطوات علشان تقدر تاكل الفيل. عشان نقدر ناكل الفيل، الخلاصه ان احنا ممكن ناكله قطمه قطمه، لازم نقسمه. لازم نبدا بالجزء السهل الاول اللي ينفع يتخدم بسهوله. لازم نعرف نشتغل الصبح ولا بالليل، وبنشتغل مده قد ايه عشان ما نضيعش وقت. محتاجين مع الوقت نكافئ نفسنا، علشان خاطر المكافاه دي هتديك دايما دافع ان انت تفضل تكمل شغل. ومحتاج شريك يتابع معاك، او accountability partner اللي بيتابع البروجرس بتاعك، لان هو لو الشخص ده انت مش هتحرج قدامه ان انت تقول ما اشتغلتش، غالبا مش هيقدر يساعدك في اي حاجه. انت لازم حد يكون فعلا انت مكسوف ان انت تليت داون او تديسابوينت. تمام، اتمنى ان الكلام اللي احنا قلناه النهارده يكون مفيد لاي حد. ولو عندك اي كومنت او مشكله او تعليق او اقتراح حتى الموضوعات الجديده، يا ريت تسيب كومنت تحت الفيديو، وهسيب لينك الفيديو بتاع التايم مانجمنت في الديسكريبشن للي عايز يرجع له. شكرا ومع السلامة.